أول شيء نحن على تواصل دائم مع كل الأشخاص يلي بهموا مصلحة لبنان، وأملنا كتير كبير إنه حتى إن كيس بحزب الله أو بطير الوطن الحر أو بحركة أمل أو كل المكونات اللبنانية إنه شوي يرجعوا لرشدهم شوي، إن كان حزب الله يرجع للبنانيته، إن كان طير الوطن الحر يطلع من مصالحه الخاصة، حتى عنا هالإسحاق المرأة على خير وسلامة. بس بداية نحن منراهن بدرجة أولى إذا بدك على هالكتل الصغيرة اللي ممكن نشكل مع الأكترية اللي بدنا مصلحة لبنان ونوحد الأولوية. أنتم محسوم بالنسبة لكم عدم، يعني إذا إذا صار في حكومة عدم المشاركة، البعض قال أنه لا، أنه اليوم لأنه هذه الحكومة ممكن تبقى من بعد إذا حصل فراغ رئاسي وعدم احتكار التمثيل داخل التمثيل المسيحي داخل الحكومة من قبل التيار الوطني الحر، في يعني رغبة بالمشاركة من قبلنا؟ أي؟ أكيد لا، ما في رغبة بالمشاركة بالحكومة، أكيد لا. لا لا مباشرة ولا مواربة، أكيد لا، أكيد لا. بالعكس نحن كل اللي عملناه بالتحديد حتى نسهل عمل الحكومة، وكنا مستنظرين انه فعليا اصلا تسميه الرئيس نجيب ميقاتي، البعض اعتبر انه انتم حتى لانكم ما سميتوا شخص اخر كمان يعني سهلتوا له مجيئه لرئيس نجيب ميقاتي يتكلف. بس تكمل جوابي هيداك الاولاني، نحن متاملين اذا بدك انه كل المكونات داخل مجلس النواب ياخذوا الخيار اللي نحن اخذناه ويسهلوا عمل الحكومه ويطلعوا كليا، ما يبدو اي رغبه انه يكونوا جوات الحكومه حتى خلال هالاربع اشهر تتشكل حكومة يعني بالحد الأدنى يلي تكون أقلها وتعمل شغلتين، تخفف هالأعباء عن اللبنانية، تاني شغلة تسهل انتخابات رئيس جمهورية. هلأ فيما يختص الرئيس ميقاتي ونحن شو كان دورنا بالتحديد، نحن حطينا معايير بموجبها أخذنا القرار. هلأ إذا هالمعايير يلي حطيناها ويلي ما استوفاها مع كل الاحترام لقلو رئيس ميقاتي أو أي حدا طرح اسمه أنه يكون هو رئيس أو بالأحرى رئيس مكلف وفادت بطريقة غير مباشرة رئيس ميقاتي، أنه ما بعرف، بس نحن بالنسبة لنا حطينا معايير واشتغلنا على أساسها لا أكثر ولا أقل، ولا كان الهدف أنه نعطي باس لحدا للرئيس ميقاتي ولا أنه نسهله تشكيله. نحن بالنسبة لنا اشتغلنا، لازم نشتغل، استفاد من الوضع هو برافو عليه، أهم شيء المرحلة الثانية يشتغلها مثل ما لازم تنشغل ويشكل حكومة لازم يشتغلها. بس هل بتأيدوا اليوم تقييد مرحلة يعني ما يكون بيحط ورقة التأليف تكليف بجيبته رئيس حكومة، أي رئيس حكومة اليوم بتكون أوبن هالمهلة تكون يعني مقيدة اليوم هذه المهلة، هذا الأمر إنه بحاجة ربما لتعديل داخل مجلس النواب، هل بتأيدوا هذا الموضوع؟ لأنه هذا من الأسباب اللي عطول بآخر تشكيل الحكومات يعني من 10 سنين لهلا أقل. شوف نحن كمان من كنا داعمين لاتفاق الطائف، وبتعرف لما نصير في اتفاق بيصير في تطوير عليه، نحن مع أي تطوير لمصلحة لبنان. إذا هيدا الشيء لمصلحة لبنان إنه يكون في وقت محدد كرمال التشكيل وكرمال التكليف وكرمال التأليف والبدكة، نحن ما عندنا مشكلة بالموضوع، كل شيء إذا بيصب بمصلحة لبنان فلتكن شو ما كانت تكون. أنتوا أبرز اللي عم تنسقوا معهم اليوم بمسألة الحكومة كان الحزب التقدم الاشتراكي، صحيح؟ صحيح. بس كنتوا أنتوا فعليا يعني أخذ عليكم أن أنتوا اليوم كنتوا عم تقولوا أنه نحن ضد المنظومة وضد كل هذا النظام، رجعتوا فعليا لاصطفافات اللي بتشبه 14 و8، يعني رجعتوا فعليا لجزء يعني فقط انتم بتحملوا المسؤوليه فقط انه بواجه حزب الله والتيار الوطني الحر، مع انه كل هذه الاحزاب كلها شاركت كانت شاركه بالحكومات وبالمسؤوليه اللي وصلنا له مأساة هذه المأساة الاقتصاديه يعني. اوكي استاذ رامز، انت بتعرف وكل الشعب اللبناني بيعرف وانا برايي صار واعي كثير منيح، لبنان مؤلف المكونات، شئنا ام ابينا بنتعاطى مع المكونات. اوكي هلا شئت الظروف انه ب 15 شهر انتخب اللي انتخب وصار في 128 نائب جوات مجلس النواب، ما عندنا حل غير ما بدنا نقلع من شيء مطرح معين. ما فيك تيجي تاخذ مقوله كلهم يعني كلهم وتيجي تقول يعني نحن بنكون عم نوقع بمطب كبير لما نيجي نقول نحن وحدنا المناح وكل العالم ما بيسوى، ابدا. نحن بنقسم المعتبر، بس فعليا هذا خطابكم كان قبل الانتخابات ابدا النيابية. ابدا نحن بالعكس كنا عم نقول وحتى خلال الحمله الانتخابيه تبعولنا وانا واحد من الاشخاص هيدا كنا عم ندعي لانتخاب، أكيد عم نسوي للقوات اللبنانية، بس كنا عم ندعي لانتخاب أي حدا سيادي بده مصلحة لبنان، مين ما كان يكون من أي حزب اللي كان، إن كان شيعي إن كان سني. بس المسألة الأزمة لبنان فقط هي أزمة، يعني نحن عندنا مع انهيار اقتصادي ومالي وأزمة اقتصادية ومالية، هل الأزمة فقط بشقة السيادة هي بتختصر؟ هي الأولوية. هي الأولوية. هي الأولوية. مش الأولوية بانهيار اقتصادي واجتماعي اليوم، هي الأولوية هي الحل الاقتصادي.
تقول لك كيف. لأن موضوع السيادة انقسموا عليه اللبنانيين قبل، وجربنا هذا الموضوع بال 2005 لحد 2009 بشكل أساسي، هذا الاصطفاف الحاد من المواقف الإقليمية بالمنطقة. ما في شك بالموضوع، بس في أزمة اقتصادية ومالية. صحيح، ما في شك بالموضوع، بس بدك تاخذ شغله بعين الاعتبار، بالمرحلة الأولى اللي كانت كان في مؤسسات للدولة بعدها موجودة. هلا المؤسسات الدولة منهارة كليا، وبتحس في خطة ممنهجة لتدمير المؤسسات اللبنانية. أوكي؟ فمن هالمبدأ خذ أنت هالشغلة بعين الاعتبار. أنا بدي أعتبر اشتغلنا على خطة التعافي، وبدي أعتبر أنه وصلنا لحل مع صندوق النقد الدولي، ومع إذا بدك صار في عنا صادر 3 و4 و5 و10 شو ما كان يكون، إذا وفوتوا على لبنان 100 مليار دولار وفي حدود متفلتة شو نفعهم؟ بس عامل وقت واحد حتى المصاري اللي بتنسرق تنسرق، ما تأخذني على الكلمة، واللي بتتهرب بتتهرب. لسبب هيدا اللي عم نقوله بالتحديد، لما تتحدث سيادة لبنان أول شيء بكون عندك حدود مسكرة بحرية وبرية ومطار وبور وشو ما كان يكون، ولا في تهريب على المطار، ولا في تهريب على، ولا في أشياء بتفوت بلا جمرك، ولا في أشياء بتظهر ما بنعرف كيف تظهر، وبتصير الحدود بيننا وبين سوريا كمان منا متفلتة ومضبوطة 100%. ساعتها أنا بأكد لك اللي عم نحكي عنه خلي يفوت على لبنان 5 مليار دولار، بتبلش تشوف تحسن بالموضوع أكيد، إن parallel يكون في إصلاحات. فمن المبدأ هيدا نحن بنعتبر الأولوية لازم تكون ب السيادة اللبنانية على القليلة، إذا بدك يمكن مش بكل البنود يلي بتعطي يعني صفة سيادة، إذا بدك أقلها، وضبط الحدود، سلاح المتفلت يكون بإيد الدولة اللبنانية، مش إنه يكون عندك تهريب وعندك كبتاجون بالرمان وبالليمون وما بعرف بيروح شمال ويمين. طيب كيف بدك تسوي اقتصاد وكيف بدك تعمل إصلاحات بالوقت يلي عندك حماية بالسلاح لكل هالمنظومة هي بالتحديد؟ فسر لي. بس هو يعني فعليا هذا جزء من الجزء من الحقيقة اللي عم بتقوله، بس اليوم بأساس الطرح أنت عم بتقلي إنه أساس الدولة اللبنانية نتعاون مع مكونات، يعني اليوم فعليا ما بتشوف إنه المسألة هي الأساس بشكل هذا النظام السياسي، وإنه مش مكونات تكون والطوائف هي بتختصر التمثيل، تكون عم تعمل مع مواطنين ومواطنات بهذه يعني الدولة، مش مكونات. لأنه مكونات تقتضي إذا أنت عم يعني بنفس هذا الطرح ما فيك ما تتعاون إلا بحكومة فيها حزب الله اليوم، لأنه هو حزب الله حركة أمل، هنا بمثل المكون الشيعي بحسب تعبيرك أو المصطلحات اللي حضرتك عم تستعملها. فبالتالي الأساس هو بناء هذه الدولة، وظيفة من ضمن هذه الوظيفة طبيعي. يعني وظيفة إذا بدك التعامل مع الخارج وضبط الحدود أحدى وظائف الدولة. صحيح. بس هو الطرح من وين بتبلش يعني اليوم؟ هو هل الأولوية، في أولويات اليوم، هل أنت في عندك انهيار اقتصادي واجتماعي حاصل، هل بتروح اليوم للمسألة بحث مثلا مسألة السلاح، أم بتحل المسألة الاقتصادية قبل والاجتماعية وبعدين بتروح على المسألة السيادة أو مسألة العلاقة مع الخارج، أي خارج يعني كل الدول، لأنه بياخدوا عليكم أيضا أكيد. أنه أنتوا كمان بمحور خارجي يعني أقرب إلى السعودية وبهذا الاصطفاف يعني بالمنطقة بين إيران والسعودية، أنه أنتوا أيضا كمان تابعين للسعودية فعليا. كثير منيح، رح جرب جوابك على عدة أسئلة سألتني وإن شاء الله ضل متذكرون وإلا بتذكرني فيهم. أول شغلة قصة ما عندنا شك أنه المكون الشيعي هو أساسي بالبلد، ما عندنا شك أنه الممثل الأكبر تبعوله هو حركة أمل والحزب الله، ونحن من حيث المبدأ منا ضد أبدا يكون عم بيشارك، بس على شرط انه يكون المشاركه تبعيته بلبنانيته، مش انه يكون هو عم بينفذ اجنده وعلى لسانه هو عم بيقولها، مش نحن عم نقول ولا عم نتهمه بشيء ابدا، هو عم بينفذ مشروع، هو بيجاهر وبيعترف بالمشروع، ما عنده مشكل بالموضوع ابدا، لا ساعتها نحن بده يكون عندنا مشكل مش بالتمثيل الشيعي لبل بالمشروع يلي عم يتنفذ من خلال هل اذا بدك هالحزب يلي هو حزب الله. برجع بقول لك شو المشروع اللي عم يتنفذ؟ انت عم تقول لي هو بالعكس بيقول انه اليوم انا عم بستفيد من هذه العلاقه يلي هو مع كيف مع ايران كيف؟ انا عم بقول لك اللي هو بيقوله، هو عم يستفيد لدعم بالمقاومه واللي بتمده بسلاح وبالمال في وجه اسرائيل. فسر لي كيف عم بيفيد. بس ناخذ مثل صغير، البواخر يلي وعدنا فيهم السيد حسن انه بدهم ينشلوا الاقتصاد اللبناني وينشلوا السوق اللبناني. أوكي. شو صار فيهم؟ هيدي وحده من الاشياء. بقول لك حزب الله انه انا بس جبت البواخر حركت مساله رفعوا الامريكان الفيتو على مساله الغاز المصري والكهرباء من الاردن. على راسي وعيني، ما لنا مشكله، بس كان في يضل عم بيجيب تكيت انحلت لك، وين صار مارق سنتين تقريبا، لا الغاز المصري انحل، ولا اذا بدك البواخر اجوا من ايران مشي حالهم، ولا السوق اللبناني تعوم، وكل اللبنانيه بعدهم سوري على الكلمه محروق دينهم.